الحياة مليئة بالسعادة والفرح فقط حينما نمنح الآخرين الأمل والتفاؤل، فدعوة الكثيرين ستكون نورا يضيء دربنا ويبث طمأنينة في قلوبنا. لقاء آخر يتجدد معكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج إحسان، نمرر فيه نداءات محتاجين ومرضى ينتظر منكم أن تساعدوهم وتأخذوا بأيديهم إلى بر الأمان. الصحة أغلى ما يملكه الإنسان، فيكون دعاؤه دائما أن يحفظ الله بدنه من أي داء، لكن لا أحد يعلم ما تخبئه له الأيام وما تحمله الأقدار، فقد يفقد صحته بين لحظة وأخرى ويصبح غير قادر على تحريك أي عضو من جسمه سوى رأسه. تابعوا معنا. عيناه دائما تنظران إلى تلك الورقة وعقله يتساءل هل يتحقق الحلم؟ قلبه يجيب أنا مؤمن بقضاء الله وقدره، وثقتي بربي وبقلوب المحسنين كبيرة جدا، سيشفى هذا البدن الذي يحملني. حوار وأسئلة لطالما راودت الشاب خير الدين الذي يعيش بخيبات الأمل التي تأتي بين الحين والآخر والتفاؤل بغد يحمل له أنباء سارة تخفف من آلامه التي صارت جليسه الوحيد منذ عامين. قصة خير الدين هي حكاية شاب كان أحد ضحايا حادث مرور في يوم مشؤوم كتب له القدر حياة أخرى عنوانها العجز والمعاناة، وبطلها جسم لا يقوى على تحريك أي عضو فيه سوى الرأس. ذاك النهار كنت قاعد كيف في الدار، خرجت البر تلاقيت بهذا ويدحوم وقال لي نديك، قال لي طلعوا ضربوا داره. رحت معاك شغل حسيت بيها. كنت حاس كيفاش حسيت بيها؟ باللي شغل في الدار قاعد وما تعشيت ما والو، شغل حسيت باللي ترى لي حاجه. قبل لاكسيد وقبل ما ندخلو في الطونوبين غيبت، قبل ما ندخلو في الطونوبين غيبت. رحت مع اللي غمضت عيني رحت علاجي، كي طرت 38 متر بس. كي طرت رجلي راسي كي رفدوني راسي في رجلي مطوي. خير الدين هو الابن الأكبر في العائلة، كان شاباً عادياً لم يكمل دراسته، لكن هذا لم يمنعه من أن يكيد ويتعب للحصول على قوته اليومي من خلال مهنة ظرفية كان يمارسها حسب المناسبات، وكان أيضاً يحلم بأن يحقق أمنياته في هذه الحياة، لكن القدر اختار له ما لم يكن يتوقعه تماماً. قالوا لي نورمال حاجة تاع ربي سبحانه، شغل لا غزرت غزرت معاك حياتك يعني حياتك قبل وبعد الحادث اكيد تبدلت بزاف 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 تبدلت. كنا شغل كنت نزود ندور وما ديك تربط كاش حاجة في الليل نبغي نتغطاك إيران وطخويا ما يجي نوض بالسيف ومن بعديك شغل نبدأ تشوفه تحس روحك عاجز. إيه شغل تغيضك تقول الحمد لله. الحمد لله. حالة خير الدين بعد الحادث كانت حرجة جدا، ولم يفلح العلاج الذي خضعه في بعض المستشفيات من التخفيف من آلامه إلا بعدما انتقل بمساعدة المحسنين إلى تونس، لكن لم يكمل العلاج لأن المال نفذ وكان يجب عليه العودة إلى الوطن. تعمر ولا ياكل يزيز كالبرا. واش كانوا يديروا له تما اكزاكت؟ دخلوا للسبيطار زادوا له 14 بوشيطة تاع الدم. داكوغ. الدم خلا كاش 14 بوشيطة. ومن بعد كتينا ولاو جابوه للدار يجي الصباح يديرلو السبور في الدار وعشية هبطوه للصالة يديرلو السبور هكذاك هكذاك. ما دارولوش عملية ولا؟ من بعد كي رقعوه ردوه نقولو رقعوه داروا للليانام. كي داروا للليانام قالوا له حنايا نصوفيوه منا لهنا ليقعد يواسي يدي وكازلنا طولنا محسوب الحق. يعني كان عندكم مشكل تاع دراهم ما قدرتوش تكملوا العلاج؟ ايه ما كاش كملنا هذوك ثلاث شهور بيرا وشاهد شحال صرفتوا تما في تونس؟ 300 مليون. 300 مليون جبناه مليح معمر كعافه
وحنا السبيطار جوافي باش ندخلوه لدير سبا، واش يقولوا لنا فات رانديفو تاعكم وما ندخلوكش؟ شحال يعني بين العلاج تاع تونس والوقت اللي رانا فيه؟ شحال؟ عام انا في عام والو عام هو على هاد الحال. جبنا له واحد انا بالدرهم يداوي لنا لي زيسكال، كان يداوي هنا ب 150 وبعد معاه هنا قلنا له والله غالب ولا 120 ودوكا 100000 دوكا انا نديروه نهار بنهار. كنا كل يوم والدته خير الدين واخواته لا يفارقونه ابدا، فهم يهتمون جدا لحاله ويدعون له دوما بالشفاء لان حالته جد صعبه وهو لا يزال شابا تنتظره ايام جميله بعدما يشفى من علته. يعني انت الوالده تاعو المتكفله بالحاله تاعو كيفاش معاناته؟ واش المعاناه؟ على بالي بلي هي صعيبه عليك وعليه هو ثاني. لا حقوه ماشي انا هي نغسل نطيب له بصح كيما ليكوش ما نجمش نبدلو ما نكذبش عليك نقلبو مع اخوه خطر ما ينقلبش. كيفاش تحسي كي تشوفي وليدك الكبير هكذا؟ انا كي يكون عيني هكذا ما نجمش نشوفه هاك تسمعتو كنقطر ماشي تحس حاجة ربي الحمد لله صحة ذات على طبا دوك حبيت ندير له سبوع عند بريفي كيف نديه؟ قالوا على خليته هكذا من بعد يعني ظروف اجتماعية ثاني صعيبة. كان بابا ما يخدمش كي دخلوا الكومة انتهى معاه خرجوا من الخدمة قولي قيب عام ونص ما خدمش حتى هذا الخطرة باش ولا يخدم. نقولوا الحق كي احباب ربي يعاونونا وقفوا معانا حمال ديهم ساعات المغال طالع حتى الان ساعات المغال هابط ساعات كي يجيو عندي صحاب ويضلوا معاه شويه تخيلي واحد كان لاباس عليه في دقيقه ولا صعيبه. انا مع هكذا تينا حتى فرج ربي. دي كأم واش تقولي له؟ خلي كما قالت ماشي فمي ويهضر كبدتي راجل تقولي كبرتو حاليا الله غالب. واش تقولي له كي تكوني تهضر؟ كيفاش تصبريه؟ كيفاش؟ انا واش نقول؟ نقول له خير الدين كاع هادو حسنات عند ربي ان شاء الله والله ما تتعذب في الاخر هادو كاع حسنات ساعات وبلا غير مسكيني واش نقول؟ يقول لك راني نتنفس ونهضر الحمد لله وساعات يتقلق كيما قال هو راه انسان هذا شيء طال عامين ومن بعد الناس قالوا لي هذوك واحد قال يعطيني دوسيته ونديروا من البحث لراشين بحثوا لنا راشين عاودوا بحثوا لنا هاي فاتوره فيها كلش هذه رانا نزيدو ان شاء الله بربي كان يعني العمليه تاعو ناجحه في الصيد قالك تشوفها خطر صغير هي بلا طياره بلا الاخر عمليه وحدها قيب قولي 600 هاي بصح هو بتوني يروح لعقد لازم له 4 بلايص سما مام التكاليف تاع السفر والاقامه عليكم انتوما كلش حنايا كيما يقولوا واش ديروا باسبورات واش ديروا دراما هذه هي حكايات نكت وعيون ترعى خير الدين تلك هي احلى اللحظات الان في حياته اوقات مع الاصدقاء اصدقاء وقفوا معه في عز محنته ووضعوا اليد في اليد من اجل خير الدين ورفعوا التحدي ليجمعوا له مبلغ العمليه ليستعيد عافيته كل ذلك الاهتمام والرعايه والقلوب الرحيمه الصافيه التي تحيط به منحته الامل ومنحتهم هم الشجاعه كلما راوا ضحكته. السلام عليكم كما راكم تشوفوا الحاله تاع خير الدين مسكين تشوفوا انا دايرين له حمله ان شاء الله في الفيسبوك في تشول كاع ان شاء الله نعاونوه ونديروا كاع اليد في اليد وهو راه وليد بليده وان شاء الله تشول مناصر من اتحاد البليده نتمنى كاع من رجال الاعمال تاع البليد اللاعبين كاع تشول يجوا يساندوه يعاونوه اللي جوا الفانيك وان شاء الله كاع نضامنوا معاه ونديروا اليد في اليد وان شاء الله نعاونوا خونا خير الدين. خير الدين قادري وليد بليده وجان كما راكم تشوفوا فيه شاب صرا له حادث الحمد لله هذا اللي كتب عليه ربي دركم راهم داروا اتصال مع المستشفيات خارج الوطن ولقينا بلي الحمد لله كاين نتيجه ان شاء الله لو كان ندير عمليه المبلغ ما راهوش بعيد حنا بالمناسبه راح نوجه نداء للشعب الجزائري كافة والجالية الخارجية تاعنا اللي راهي خارج الوطن وكذلك ونخصص الشعب الشباب تاع بليده اللي حنايا لي زومبيرون واد العلايك حنا
باش يتضامنوا معاه باش يديروا اليد في اليد باش نكونوا كامل يد واحده. مبلغ ما هوش بعيد بزاف، مبلغ حوالي 600 ولا 700 مليون صدر، ما راحش ما هوش قيمه كبيره على خير الدين، ولا خاطرش اي واحد يقدر يكون في مكان خير الدين. احنا اليوم راح نمد، احنا رانا نوجه نداء عبر قناة البلاد هنا مباشرة باش نقول خاوتي وخياتي وكامل الشعب الجزائر، ننتظموا اليوم. كانت عندنا حالات وشفنا بلي شعب الجزائر معروف بالتضامن تاعو، شعب الجزائر معروف بالأخوة، ما يسمحش الحالات كما هذو باش تفوت عليه ويشوف فيها خير الدين. رعانا بزاف. وبالمناسبة الشباب الرياضي الجمعية اتحاد البوليدة، انا راني ناكد لي سيبورتور ولا اللاعبين ولا قدام اللاعبين ولا المسيرين، هذا ابن خير الدين كان مناصر ومازال مناصر، ويستبشر خير ان شاء الله بكم باش تكونوا انتم فال. انا ماذا بيا كما نقدروا ندخلوا الاستاد ب 20 و 30000، كما كامل نقدروا نجيو ليه ب 30000 وب 100000 50000 اقل شيء نقدروا نديروا له العمليه ماهيش بعيد. يلا يا خاوتي اليد في اليد كامل نديروا يد واحده نفرحوا هذا خير الدين، ان شاء الله نشوفه عن قريب يوقف على رجليه. اقل شيء كما قال هو لو قعد في كريسيا برا، هذا ابسط الامور اللي يطلبها، وربي يوفق الجميع وشكرا. خير الدين بامل كبير وتفاؤل بالشفاء وقلب شجاع وجه كلمته الى المحسنين وذوي القلوب الرحيمه والى كل واحد يمكنه المساعده ولو بالقليل، فالتضامن يصنع المعجزات والتعاون على البر ليس له مثيل. وجهي نداء المحسنين، كاين بزاف الشعب الجزائري شعب متضامن، ان شاء الله يوقف مع خير الدين. واش تقولي لهم؟ ما يديروا لي لا ليا لا لوليدي، يدير ربي سبحانه يصيبوها قدامهم ويديروا قبرهم. ولو كان جا عندي كما قال انا نوسي وليدي، اولويه اللي ضعف عليا ربي راه شاهد، و550 مليون غير العمليه بلاخر ماهيش حاجه، ما صبناش الحل. اللي حاب يدير فيه الخير وجه ربي سبحانه، وماشي في حاجه تاع اللي يقولوا نلبسه ولا نبني، هذه مرض في الصحه تاعو ولا زاد قاعد يضيع. لو حاب يدير الخير كما قلت لك يما وجه ربي، وجه نداء المحسنين. كاين بزاف ناس كانوا يعني حالات تشابه الحاله تاعك ولا كانوا حالات واحدة اخرى تانية صعيبه، وشعب الجزائري وقف معاهم. واش تقول لهم الناس هادو؟ مش نقول لهم ربي يحفظهم يزيدوا يشوفوا فينا هنايا، اكشو الحمد لله ماذا بيا كاين ولي كيما كنتو كاع صام عليك شغل اني نولي نخرج دير داها كاي شغل صباح يعني لو كان تولي تقعد ايه نقعد شوية عاونوني 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 اني مغبون نكذب عليك اني مغبون عاونوني ندير عملية ندير ريدي ما كاش اني نضل في الدار ما كان والو يديا تشوف عاونوني ولي زغدي يديا نرفد روحي شوية شوف شغل من ذاك نظر في روحي هكاي كيف كنت كيف وليت الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا صابر يعني ان شاء الله ربي ما فيها غير الخير. سنرفع ايدينا جميعا من اجل الدعاء لك وسنساعدك بكل ما استطعنا، كلنا خير الدين هذه المره سيكون الشعار، نداؤه مر وكل ما نامله ان يصل الى الجميع، فيمكن للخير ان يحول الحزن الى سعاده ويمسح دموعا ارهقت العيون. الشاب خير الدين وكما تابعتم مشاهدينا الكرام يعيش في معاناة ووضعية جد صعبة
حالته تزداد سوءا مع مرور الوقت وأمنيته هي الشفاء، حتى ولو تتحسن حاله قليلا ويصبح بإمكانه الجلوس على الأقل. خير الدين وجه نداءه إليكم أنتم أهل الخير والعطاء لتساعدوا هذا الشاب ولو بالقليل، فمساعدة من هنا وأخرى من هناك يمكن أن يجمع مبلغ العملية الذي يتراوح حوالي 600 مليون سنتيم دون احتساب تكلفة السفر والإقامة. ثقته وثقتنا فيكم كبيرة، أنتم أصحاب القلوب الرحيمة لتضعوا اليد في اليد وتحققوا أمنية هذا الشاب وحلم عائلته. خير الدين إذن ينتظر منكم جميعا التعاون معه، لأن حملته التضامنية انطلقت من مقر سكنه بولاية البليدة مع شباب مجموعة وجه الخير. نسأل الله تعالى لهم التوفيق ولخير الدين الشفاء هو وجميع المرضى. الفقر والاحتياج معاناة قاسية وتفاصيل حياة مؤلمة تزيد من البؤس والشقاء، والأقصى من ذلك حينما يتخلى الأبناء عن أغلى شخصين في الوجود الوالدين ويتركونهما يعيشان في مرارة وحرقة كبيرة. ونحن نقابل خالتي فاطمة وزوجها عمي محمد، لم نكن نتوقع أن شخصين في مثل سنهما يعيشان في تلك الظروف القاسية، وأن تجاعيد وجهيهما تخبئ قصصا من المعاناة والشقاء لا زالا يتجرعان مرارتها لحد الآن. حاجة احكي لنا وكيفاش راكو عايشين؟ أنا عشان قلت لك عشت الفقر، عشت الخص. شحال عندك أنت في هذا؟ عندي قولي 20 سنة من اللي راني هنا في ذي الرحبة، صابرين كل شيء. عايشين؟ رانا نقول ما نقول لك رانا عايشين، عايشين بك نعيش أنت حاشا قدركم. سامحوني عشت الكلب أمونت حاشا قدركم، حاشا قدركم، حاشا قدركم، وأنا نسلم لحوالكم كاع. انا عايشين عايشة الكلب اللي انت عايشين اللي بيتوا في الشهر 87 عايش حاصر عصر 87 سنة سمعتي اللي يجيب لنا حتى الصابون يبنى غسل الحويلية. خالتي فاطمة وهي تتحدث إلينا لم تجد الكلمات المناسبة لوصف حالتها، لكن الصورة كانت أحسن من أي وصف وأبلغ من أي كلام. عنده هذا مكان هذا مكان وهذيك اللي دخلهم لا بيبان كاع. وكيفاش في الشتاء؟ واش في الشتاء تبي غير الماء داخل الماء وهنا الماء الحارة صابري هم نروح وين تروح؟ ما عندكش وين تروح؟ اللي نشتكي يقولي هذا هذا ولا عكسها هاكا ديري وني صابرة وقاعدة. أنا راه عمري 61 سنة كبيرة. والحاج شحال عنده؟ عنده 87 سنة. هو ماشي نظيري بالحارة لا غالي ماشي نظيري. كيفاش المريض هكذاك ما يقدرش ما هي حارة ما كيف ماشي يشم عيني هو كبير ماشي يشم هاي. وأنا مرض السكر، مرض القلب، مرض الحنجرة. هذو قاعد تذبحهم. ناكل بعضهم يا ناكل هو مرة وهذاك اللي يديروها الأخرى هنايا في الذراع. نمشي بها ونقود ونظنوا ينتلوحوا في الزنقة. أما عمي محمد الذي يقترب من 90 سنة، شيخ يكاد جسمه لا يقوى على كل ذلك الحمل الثقيل والأمراض التي أنهكته، خاصة وأنه يذهب كل صباح مع زوجته ليسأل الناس عبر الطرقات في بضعة دنانير علىها تسد جوع يومه. ما بقى ولا لا قلت لك ما بقى لبسه ما بقى مصروف ما بقى ولا لا معيش المعيشة يتلي حتى نقودوا به نروح نطلبنا وياه نجيب المصروف هاوي نقودوا نقودوا نديه نطلبوا ونجيب المصروف باي يصرفوا بناتي والله لا حتى نجيب لهم في ذو يوم مرة اللي عندي سمانة من اللي راه طايح وما يجي شوف راهم قاعدين هكا قلت له في يوم قالت لي مبطل ما نزلتش نقعد الصباح نروح هذيك صاحبتي قالت لي ما عندي ما نلبس كيف. ظروف صعبة وحياة بائسة زاد شقاؤها ألم وجرح لا ينسى، وأبناء تخلوا عن الشخصين الوحيدين اللذين أوصى بهم الله تعالى ورسوله الكريم. دموع ذرفتها خالتي فاطمة وعمي محمد حرقة على أبناء لم يعرفوا قيمة الوالدين وثقل الوصية. ليكم ابن بنات ما عندهم يروحوا أصرخوا وما يردوش راهم عندي ما معرفين لا نخويا ولا نموت قدام ربي ويش نكذب عليهم وولاد كل شيء والله ما يعرفوا لا نموت لا نحيين لا ناكلوا لا نشربوا والو ما يجوش كاع. اها والله ما يدوروا بيا كاع لان هلا خبطت يا وحده ترى عنده 6 سنين 4 سنين علاش بصح الحاجه علاش ما يجوش؟ عقليه ولا مش واش تقولي لهم الحاجه المحسنين الناس اللي تحب تعاونك؟ اللي عاوني واللي يفكرني واللي يشوف لي يشوف ربي شنقول الله يحفظه
ما عنديش الا غالب ربي راه يشوف. راني حتى نقود الشيباني بعد نطلب نجيب الكسره ونجيب المصروف. والله غالب هذا ما نقول حنوت وهذا ما نقولكم. ودعنا خالتي فاطمة وعمي محمد وتركناهما يشكيان همهما لله سبحانه وتعالى وهما ينتظران أيد محسنة ترأف لحالهما. هي الصورة أفضل من أي تعبير والعبارات التي ملأت المقل أقصى من أي حديث. لكل من يريد مساعدة عمي محمد وخالتي فاطمة يتصل على الرقم الظاهر أسفل الشاشة. كنا قد وضعنا بين أيديكم مشاهدينا الكرام عنوان بريدنا الإلكتروني من أجل إرسال نداءاتكم المصورة وتمريرها عبر برنامج إحسان. وصلتنا بعض النداءات من المحتاجين كنداء السيدة هبة من باتنا والتي تطلب منكم المساعدة لإجراء عملية جراحية على مستوى عينها لتتمكن من استعادة البصر، كما زارت مقر قناة البلاد أم الطفل عبد الجليل لتقدم نداءها لكل من يستطيع توفير نوع من الحليب المستورد من السعودية لابنها الرضيع. تابعوا معنا. السلام عليكم، أنا هبة من باتنا، مرضت بالسكر وأنا صغيرة، مات والدي وما لقيتش اللي يتكفل بيا باش نعالجك ونروح نحوس على صحتي. الحاجة اللي زادت عليا ولد خويا قتلت الطوموبيل قدامي وما ما قدرتش نتحمل، طلع لي السكر العينية، الحاجة اللي سبت لي نزيف في عينية. كنت نحشم نطلب هكا من الناس يعاونوني باش نتبع العلاج، ما كنتش نعالج، حبست العلاج من 2002. في 2014 كي رحت للطبيب قال لي لازم تزرعي شبكية، ما عندهاش العلاج. الناس اللي قادرين يعاونوني ربي إن شاء الله يعاونهم دنيا وآخرة. عبد الجليل عنده واحد الحساسيه نادره، سيلت لها شعل من قوطي تاع حليب كاع تاع تقريبا 6 ولا 7 تاع بلادنا، منها السيليا منها النوخسي. معيت ولي يشربه يتقيه، مام تاع صدري قاعد يشربه وحشاكم يتقيه. سينا له واحد الحليب جايبينه من السعوديه، كيسيناه له الطفل غير هو لو سال اللي ما تقياش. درنا له التيست، ما معرضناه على الطبيبه، الطبيبه قالت لنا هذا هو الحليب اللي يركب على الدم تاعه. قالت لنا هذه الحساسيه تاع الطفل ما نقدروش حنا نتحكموا فيها، وهذا الحليب غالي الثمن وانا ما قدرتش عليه، زعما الله غالب غالي بزاف بهذا الثمن. وعندنا غديك المنحه تاع الزوج تاعي اون ديكار 300 ميل، ثم الله غالب وبيبي هذا ما يصبرش للجوع، لو كان غير جا في عمره 6 موا ولا 7 موا نعاونه شويه يا يوغ شويه، بصح 2 موا الله غالب. الحليب يدير فايت مليون، قريب مليون و200 في الشهر 8 علب، وما دام هي كبر ما دام هي يطلب اكثر. ومسكين كل ما يتقيح شكل القلب تاعه يتوجع، شعل يقعد هاك يتوجع، مام انا توجع معاه، حنا كبار وما نقدروش حاشاك نرجعوا الماكله اللي ناكلوها. ويتحلى بيبي يوميا يوميا مسكين، عنده تسمى غير هذا الحليب الفو لازم له زعما يشربه، لو سال يركب لها على دمه. عنده مسكين 15 جوغ 15 جوغ هو راه قاعد هاك، تخيلي انسان كبير وما يقدرش للجوع. بيبي مسكين ما يقدرش يهدر، يقول لك يا ماما راني جيعان ولا يا ماما راني عطشان ولا زعما الفون الراعي له هنايا. كان جوغ بزاف عليه، اللي يرضعه يرضعه، اللي يرضعه ناشد كاع القلوب الرحيمه، فيها نساء فيها رجال، كاع خوتي وخواتاتي الجزائريين ناشدهم باش يوفروا لي الحليب لعبد الجليل. هذا الطفل راه ولدكم راه قدامكم. معيت في مصطفى معيت والله غالب، قالوا لي احنا ما عندنا ما نديروا له، الفو توفر له هذا الحليب. نشد كاع خوتي وخواتاتي يعاونوني باش نوفر له هذا الحليب. كما
كانت تلك بعض النداءات التي نرجو أن تجد أذانا صاغية وأكفا معطاء تساعدها وتعيد لها البسمة والسرور. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام عدد اليوم من برنامج إحسان. يمكنكم دائما التواصل معنا عبر الروابط الظاهرة أسفل الشاشة. لقاؤنا بكم يتجدد الأسبوع القادم بحول الله، نفس اليوم ونفس التوقيت على قناة البلاد. دمتم بألف خير، في أمان الله.